two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. Chicken, chicken one, two, hello, hello. Chicken one and two, hello, hello. رحلة إلى الحديقة الفنية. يوم غد هو اليوم المنتظر للقيام بالنزهة البرية. سنذهب إلى حديقة أوكي أوكي. الأمر لا يعجبني. أتعنين أننا سنقوم برحلة عمل؟ ماذا؟ سنقوم برحلة عمل. سأظهر هذه ليست رحلة عمل. سننطلق بعد لحظات. لكن سفامبي لم يحضر بعد أيتها المعلمة. لقد أتى. لما تأخرت سفامبي؟ في الواقع أنني لما أنت متوتر هكذا؟ أنا لست متوترا. أينك حمروان؟ حمروان؟ كنت قلقا بشأن الطقس وخائفا من أن تمطر ورحت أقلق وأقلق. هذا يعني أنك لم تنم. بالطبع لم أنم. صليت حتى لا تمطر وتمنيت أمنية، لذلك لم أنم طول الليل، وهكذا بقيت صاحيا حتى بزوغ الفجر. هذه هي حديقة أوكي أوكي الفنية. ادخلوا واجلسوا وابدأوا بتناول غدائكم. رائع. أنا لست بحاجة إلى الشوكة لأنني أحضرت أرز. ولا أنا لأنني أحضرت ساندويشاً. كيف لي أن أكل هذا إذن؟ حولوا إلى كريات أرز سفامبي. أنا سأساعدك على ذلك. أصبحت جاهزة. شكراً لك. كريات أرز، كريات أرز. والآن سأحول هذا الساندويش إلى كريات أرز. لا بأس سفامبي، لا أريد إزعاجك. بعد تناول الغداء ستنصرفون إلى الرسم والنشاطات المختلفة في فترة بعد الظهر. هل سمعتموني جيداً؟ ولكن ماذا تنتظر؟ هيا ابدأ. ولكن أيتها المعلمة، ماذا لو جرحت إصبعي أثناء النحت؟ أنا خائف جداً. المسألة بسيطة جداً، ما عليك إلا توخي الحذر كي لا تجرحه أثناء النحت. لكن هذا ليس كل شيء. ماذا لو أنهيت النحت ولم أتعرض لأي حادث وكانت المنحوتة رائعة؟ ماذا لو أصبحت ثرياً وتعرض منزلي للسرقة؟ وماذا لو نجحت في إلقاء القبض على السارق وفيما أنا أحاول استعادة المنحوتة تسقط فوقي وتسحقني؟ لا أقوى على فعل ذلك. ما العمل؟ هل رأيت؟ هيا أسرع في القيام بعملك. هناك ما يشبه المنحوتة. وقد كتب عليها ممنوع اللمس. يا للروعة، إنها فينوس. دعني كلمة فينوس الآلهة. آلهة رائعة الجمال مثل أنا تماماً. ولكن ما الأمر؟ لما يلتزم الجميع بالصمت؟ فلنهرب، هيا أسرعوا، فلنهرب. هذا استفزازك لوتشيكينا. توقف عن استفزاز لوتشيكينا. ولكن ما الذي قلته؟ لما يركضون باتجاه هكذا؟ هل هو كطبقي المثلجات المنعش؟ لا. مدينة الملاهي. من؟ أبي، إنه جدي. أتيت لزيارتكما مجدداً. يا للروعة،
بنا نبدأ إلى عمل. حسناً، أنا جاهز. كيف تريد الغرفة هذه المرة جدي؟ صفها لنا من فضلك. دعني أفكر قليلاً. أريد زاوية لأكل فيها طعام بهدوء، وأخرى لآخذ قيلولة، كما أريد حماماً مع مغطس. أريد غرفة أشعر فيها وكأنني في الجنة. لا تقلق جدي، فالمسألة بسيطة. إنها غاية في السهولة فامبي، لنبدأ بصنعها فوراً. انتهينا جدي، إنها الغرفة العلوية المذهلة التي طلبتها. إنها مدهشة حقاً، سأجربها. هيا جدي استمتع بها. يا للروعة، إنها أشبه بمدينة ملاهٍ. يا إلهي، إن قلبي يرتجف. ياهو، يمكنني اللعب بهذه الألعاب يومياً. ما رأيك بهذا جدي؟ ممتازة. طاولة العشاء متوجهة نحوك. ماذا؟ هنيئاً لك جدي. ولكن ما هذا؟ لم يتناول جدي شيئاً من الطعام. يبدو لي أنه شعر بالتخمة بني. كيف لي أن أكل كل هذا؟ توخى الحذر جدي. ما الأمر هذه المرة؟ ما هو معدل الحرارة في المغطس أبي؟ يبدو أن جدي يشعر بالنعاس وهو بحاجة إلى الراحة. أنت محق، علينا أن نحضر بعض البطانيات. انظر، لقد غطى في نوم عميق كالأطفال. كم هو محظوظ. والآن وصلنا إلى غرفة لعبة النرد في الطابق العلوي. تبدو هذه اللعبة ممتعة جدا. صنعت الغرفة على شكل قاعدة عملاقة للعبة النرد. لا شك في أنها مسلية. تفضل، ارمي النرد واتبعه في المربعات بحسب الأرقام. يبدو أنني فهمت قصدك. هوبلا، الرقم 4. 1 2 3 4. أوه، حان وقت تناول الطعام. كم هو لذيذ، سألتهمه كله. لقد أضخمت كثيرا. حسنا، لنتابع اللعب. الرقم 3. 1 2 3. ما هذا؟ ولكنني أشعر حقا بالتخمة. لنرى الآن ماذا في الرقم 6. هذا لا يحتمل، أنا لا أشعر بالنعاس أبدا، لا أشعر. عليك أن تأخذ قيلولة كما هو مكتوب، فهذا مفيد لصحتك. سفامبي، جدك بحاجة إلى العودة إلى المنزل حالا. إذا عليك الوصول إلى لافتة الخروج لتنهي اللعبة. ممتاز، لكي أصل إلى لافتة الخروج أنا بحاجة إلى الرقم 2. وأخيرا حصلت عليه. لم أعد أحتمل، لقد اكتفيت من اللعب حقا. أنا صاحب المتجر واسمي ديرو ديرو. حلمي هو أن أبتكر منتجا ثوريا وحديثا. سأعرفكم اليوم على اختراع جديد أفتخر به. ليس من المريح وضع الكمامة لأنني أعجز عن تناول الطعام. لكن إزالتها تعرضك للخطر. وجدتها، إنه عصر الكمامات. إليكم اختراعي الجديد، إنها كمامة مميزة. يمكن تناول الطعام بارتياح وأنت تضعها، ويمكنك تغطية شفتيك الوسختين. إنها عملية فعلا. لما لم أستطع بيعها؟ خبرة سفامبي العملية. جئنا اليوم في رحلة ميدانية لزيارة مركز أوكي أوكي التجاري، والهدف من هذه الرحلة هو تعلم قيمة العمل عبر مساعدة أصحاب المتاجر. آمل أن تعجبكم الفكرة. أريد صحن بطاطا مقلية من فضلك. في الحال سيدتي. أريد ساندويتش برجر بالجبنة مع العصير. حسناً، أمهلني لحظة سيدي. ما الذي طلبه يا ترى؟ ماذا طلبت سيدي؟ طلبت ساندويتش برجر بالجبنة مع العصير. تفضل سندويش البرجر بالجبنة مع الكوكاكولا، ثمنها 200 ين. شكراً لمجيئك وهنيئاً لك سيدي.
أجل، الفكة هي 36 ينا. أمهلني لحظة سيدي. حتى تكررها مجددا. إن أخطأت في إعطائه الفكة سيتسبب ذلك لي بمشكلة كبيرة. علي أن أعد وأعد. 1 2 3 4. انسى الأمر، فأنا لم أعد أريد الفكة لأن الطعام أصبح باردا جدا. شكرا لأنك قصدت مطعمنا، نرجو أن تزورنا مجددا. 19 ين. أهلا وسهلا، تعالوا واشتروا أطيب الخضار الطازجة. تفضلوا. أهلا وسهلا بكم. لقد أحسنت صنعا، أنت فعلا تلميذ مجتهد. حقا، شكرا. عروض خاصة بأسعار خيالية. هذا الولد يتمتع بطاقة خارقة، وهذا كله بفضلك طبعا أيتها المعلمة. ماذا بفضلي أنا؟ انظر أيتها المعلمة كيف أجذب الزبائن. اقتربوا أيها السادة. ولكن ما الذي فعلته؟ أنا أسفة، سوف أعرض لك كل الخسارة. ما رأيك بهذه الوردات الزهرية؟ أعتقد أن تلك الوردة قصيرة طليق جداً بك. سأرى ما الذي تفعله. هل طليق بي فعلاً؟ إنها ممتازة. لا شك في أنه ما من مشكلة في هذا المكان. أنا منهمكة جداً في العمل، فليساعدني أحدكم في البيع أرجوكم. ممتاز، أنا أساعدك، لا تقلقي سيدتي. سيداتي، نبيع هنا أفضل البضاعة بأرخص الأسعار. هل تريد فعلاً بيع هذا أيها الصغير؟ أجل، وقد طلبت مني السيدة أن أساعدها في بيعه. أنا سأشتريها. ابتعدي من هنا. انظروا إلى هذه الفوضى، سألها البضاعة كلها. لمع في تاريخ رياضة المبارزة ما يعرف بالمعركة الكبرى، وكان زفامبي سيدها وبطلها المطلق. وكانت ولادة الأسطورة التي لا تقهر. هاي أنت. إذن أنت بطل المعركة الكبرى، منافسة معركة الرعد خاصتنا، أليس كذلك؟ أجل، صحيح، أنا هو. لا تعتد بنفسك كثيراً وقم بمواجهتي. هيا. هذا سلاح الضربة القاضية. أرأيت مفعول سلاح الضربة القاضية؟ الامتحان الأخير، إنه سلاح مخيف، سلاح الضربة القاضية. لا يسعني إلا أن أتغلب على سلاحه وأريه مهارات المعركة الكبرى، وهذا ما سأفعله بالضبط. لن أخضع لأي امتحان لمهاراتي. والآن خذ هذا. لا أصدق ما أرى. هل هذا سلاح ضربة القاضية؟ ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لا يمكنني إيقاف شيء كهذا. لم يعد باستطاعتي شراء تذاكر ترامواي، ولا ارتداء ملابسي، ولا ممارسة أي لعبة. لقد هزمتني. كيف يعقل وجود سلاح قاض بهذه القوة؟ هزم العدو، لكن طريق سيد المعركة الكبرى لا يزال طويلا. إنه البطل سفامبي. قراءة المستقبل بواسطة أوراق الزهرة. تبدو لي رسمة الورود جميلة، وهذا الفستان المرقط لا يشكو من شيء. أيهما أختار؟ أنا محتارة، ماذا سأرتدي غدا؟ الفستان المرقط أم رسمة الورود الجميلة؟ ماذا سأرتدي في النزهة غدا؟ لكن ترى هل سيكون الطقس جميلا في الغد؟ أنا قلقة بعض الشيء، خطرت لي فكرة. سأعرف طقس نهاري غد بواسطة أوراق الزهرة. يا أوراق الزهرة الجميلة، شكرا لك على الدعوة الرائعة، لقد أمضيت وقتا ممتعا. هل أنت جادة إليزابيث؟ أجل. أترغبين في أن نلتقي مجددا؟ مرحى مرحى مرحى. حسنا، أراك غدا. أوه، هل حقا تحبني إليزابيث؟ وكيف لي أن أكتشف ذلك؟ مشمس غائم، مشمس غائم، مشمس غائم، مشمس غائم، مشمس. رائع، سيكون الطقس جميلا في الغد. لوتشيكينا ترى المستقبل بواسطة أوراق الزهرة، وأنا لما لا أفعل مثلها؟
تحبني لا تحبني، تحبني لا تحبني، تحبني لا تحبني، تحبني لا تحبني، تحبني لا تحبني. زامبي زامبي. إنه يرى المستقبل بواسطة المادة اللزجة داخل عنقه، سأحمل على المستقبل. رائع، سأحمل تقليده ليرى المستقبل. ما الذي تفعله زفافي؟ لا يمكن رؤية المستقبل بهذه الطريقة. لما لا تحاول رؤية المستقبل بواسطة أوراق زهرة متفتحة وجميلة؟ زهرة جميلة ومتفتحة؟ نعم، الآن فهمت. حسناً، سأذهب للبحث عن زهرة جميلة ومتفتحة. زامبي حتى سعيدا. سأبحث عن زهرة جميلة لأتمكن من رؤية مستقبل علاقتي بإليزابيث. حتى سعيدا لك أيضا في العثور على زهرة. زهرة، زهرة، وجدت بقعة زهر عملاقة. عثرت على زهرة رائعة، يمكنني رؤية المستقبل بواسطتها. الرائع، هذا يوم السعد الرائع. هذا جيد، اليوم هو يوم الافتتاح الكبير، سأبيع الكثير وأجني مالا كثيرا. سأحصل على 100 نقطة في الاختبار الثاني هذه المرة. تحبني؟ لا تحبني. تحبني؟ لا تحبني. ماذا فعلت بالورود؟ أنا آسف. تابع تابع، استمر في البحث. حديقة مليئة بالأزهار، سأرى المستقبل بواسطة هذه الزهرة. بلمس زهرتي من دون طلب الإذن مني. لا تلسعيني أرجوك. هيا اذهب من هنا. لم أعثر على زهرة لأتمكن من رؤية المستقبل. وأنت، هل وجدت واحدة أم بعد؟ لم أعثر على أي واحدة. على هذه الحال لا يسعنا إلا الاختباء من الأزهار. حسناً، سوف أذهب إلى حديقة منزلي وأجلب بعض بذور الأزهار. زفامبي زفامبي زفامبي. جلبت بذور الأزهار. انتهيت، والآن سوف تنمو زهرة جميلة في هذا المكان الجميل. متى ستنمو وتتفتح؟ في الواقع لا أدري، علينا الانتظار قليلا. تتفتح الزهرة، تتفتح. لقد تحولت البذور إلى خلد. تحولت البذور إلى خلد. هناك ثلاثة أنواع من الأشياء المفيدة في هذا الكون: الأشياء المفيدة وغير المفيدة، والأشياء المرتبطة بعالم زفامبي. سأعرفكم إلى هذا النوع الأخير من الأشياء، عالم زفامبي. آلة البيع المتنقلة. أريد تناول عصير الفاكهة.